معنا مشاهدينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل. مرحبا بكم أستاذ عبد القادر. بداية، ما تفسيرك لإسناد القوات الأمنية مهمة إغلاق المقار التي وصفتها ميليشيا الحشد بالوهمية لهذه الميليشيا، ما يطلق عليها أمن الحشد؟ لماذا يعني لم تقم بهذه المهمة التي تعد من صميم عملياتها؟ لماذا لم تقم بها القوات الأمنية نفسها؟ اهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما انه تلك المقرات لم تكن وهميه، حيث ان قادتها كانوا معروفين وممارساتهم الطائفيه والاجراميه بحق ابناء الشعب العراقي، ولا سيما المحافظه بغداد، من عمليات السلب وسرقه الصيرفات الماليه والسطو على المنازل، كلها كانت شاهده للبغداديين على وجه الخصوص وللعراقيين الذين يعانون من هذه الميليشيات في المحافظات الغربية والشمالية. وبالتالي معلوم تماما أنهم كانوا يظهرون على وسائل الإعلام وكانوا يتحدثون بأسمائهم الصريحة وكانوا مقربين من قيادات الميليشيات. لكن حقيقة يأتي هذا لأنه القوات الأمنية ليست لديها السلطة على هذه الميليشيات، ويؤكد ضعفها وضعف الحكومة وما تدعي من عمليات التضييق على الميليشيات في العراق، إنما هي عمليات لذر الرماد في العيون. فقد أوكلت العملية لأمنية الحشد، بما معنى أنهم يبحثون عن ذر الرماد في العيون من أجل إخفاء الجرائم أولا، وبالتالي غرق مقرات ومنازل هي مستولى عليها من قبل هذه الميليشيات. فما الذي يقول أن هذه المقرات التي أغلقت لم تفتح في أماكن أخرى؟ لأنه حقيقة الذي متهم بالميليشياوية والذي يقول بالمقرات الوهمية هو ذاته التي يعمل على غلقها. وبالتالي إذا كان القاضي والمنفذ هو واحد وهو جهة واحدة وهي المتهمة بأساس الميليشيات ومتهمة بالإجرام، فبالتالي يمكن التستر على كثير من هذه المقرات وعلى كثير من هذه الميليشيات، والتستر على جريمة نكراء قادتها هذه الميليشيات. فبالتالي ما الذي يجعل، إذا كانت هذه المقرات وهمية، من الذي سيحاسبهم عن الجرائم الماضية؟ وكيف كانت تصرف الأموال لإيجار تلك المقرات؟ وكيف كانت تصرف الرواتب؟ ومعلوم تماما أنه ميزانية مالية مقرة باسم ميليشيات الحشد. حتى هذا الإغلاق سيد عبد القادر، هذه المقر التي أغلقت تابعة لميليشيات الحشد، يعني معروفة ومنتشرة منذ سنوات كما يقول الأهالي، لماذا تغلق الآن؟ ما الدلالة الزمنية لذلك؟ الدلالة الزمنية، هناك ضغط دولي كبير تقوده الولايات المتحدة لإقناع أنها تريد الحد من ميليشيات تابعة لإيران. وبالتالي الميليشيات التابعة لإيران لابد أن تعمل على خطة من أجل ذر الرماد وإغلاق، وبالتالي إشغال الرأي أن هناك ميليشيات يجري إغلاقها. وكل هذه القضية حقيقة هو للالتواء على الحقيقة التي تريد الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي وبرلمانها، التستر على الميليشيات الموالية لإيران. وبالتالي هم يسعون حقيقة إلى إخفاء الميليشيات الحقيقية ومقراتها الأساسية التي هي الأذرع الحقيقية الواقعية والفعلية لإيران، كميليشيات حزب الله وميليشيات النجباء والعصائب. نعم، أيضا عفوا أستاذ عبد القادر، هناك من يرى أن ما يحدث الآن هو صراع حتمي على مغانم الحرب بين هذه الميليشيات، إلى أي مدى ترى صحة هذا الرأي ومع حضور السلاح؟ هل تعتقد أن مواجهة من الممكن أن تحصل بين هذه الميليشيات؟ وهذا حقيقة النقطة الثالثة في عملية إغلاق المقار، هناك صراع، وبالتالي قيادة الميليشيات كالمهندس والعامري والخزعلي وغيرهما يريدون حقيقة عملية إنهاء هؤلاء الذين بدأوا يزاحمونهم على الساحة وبدأوا يصنعون أنهم جزء رئيسي من هذه الميليشيات وأن لديهم حقوق، وبالتالي هي تكسير عصا بالفعل بين القيادات الفعلية للميليشيات المدعومة من إيران وبين هؤلاء الناشئون الجدد الذين يريدون أن يكون لهم تواجد على الساحة. وهذا الصراع حقيقة هو صراع حتمي موجود كان مخفيا في السنوات الماضية، اليوم يظهر للعلن لأنهم يريدون حقيقة الصراع على المناطق التي يريدونها، لأنه هناك صراع حقيقي، إما أن تكون هذه الميليشيات باقية في المناطق التي تدر لها الأموال عبر السرقة أو بيع الممتلكات المواطنين أو عبر فرض الجبايات والأتاوات المالية، أو أنها ستزول، لأن إيران اليوم قلصت من دعمها المالي بسبب الحصار الأمريكي
عليها لتلك الميليشيات، وبالتالي هذا الصراع سواء الصراع السياسي على الزعامات أو الصراع المالي على الاستحواذ أدى إلى عملية تكسير العظام بين تلك الميليشيات الصغيرة والكبيرة، وبالتالي معلوم أن الميليشيات الكبيرة لابد أن تأكل الصغيرة. ولكن أستاذ عبد القادر عذرا، لكن ألا ترى أن ما يحدث هو مراوغة لتمرير الغضب الأمريكي وترضية لواشنطن بعد طلباتها المتكررة بإغلاق مقر الميليشيات؟ مراوغة من حيث أن إيران تريد البقاء على الميليشيات القوية ذات الصلة المقربة والتي هي تقود العمل كميليشيات حزب الله وميليشيات العصائب وغيرها، ولكن من جهة الميليشيات كداخل لا، هي صراع حقيقي بين هذه الميليشيات من الداخل، وبالتالي إيران حقيقة تنظر إلى عملية كيف يفوز حلفائها وميليشياتها المدربة والتي دعمتهم طوال هذه السنوات ويتواجد على رأس مفاصلها قيادات من الحرس الثوري الإيراني، هؤلاء تريد لهم البقاء، ولذلك أعطت لهم الضوء الأخضر في تصفية الميليشيات الصغيرة. ومن هنا حقيقة يأتي الصراع الداخلي الذي هو صراع حقيقي وخلاف حقيقي بين هذه الميليشيات لعمل التواء على الصراع الخارجي الذي هو صراع ما بين الولايات المتحدة وإيران على حقيقة الميليشيات أنهم يريدون إنهائها، وبالتالي هم يعملون على امتصاص الغضب الأمريكي من خلال هذه الخطوة، ويحققون أيضا من خلال بقاء الميليشيات الموالية لإيران تحت السلطة، وبالتالي هم حقيقة يتربحون من جهتين أساسيتين في بقاء النفوذ الإيراني المهيمن على بغداد والمهيمن على العملية السياسية والأمنية في العراق. شكرا جزيلا لك عبر سكاد من عمان، كاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر نايل.